هنعمل دلوقتي عرض للرن بعد عام العمل، هنعمل ستارت انيميشن ونشوف مع بعض الاماكن اللي فيها كاميرات بتبقى الحركة فيها ازاي، والاماكن اللي هي ما فيهاش كاميرات زي الحدود اللي احنا شايفينها دي بيبقى الحركة فيها عاملة ازاي للمنشأ في الصعود والهبوط. تمام، هنعمل ستارت انيميشن دلوقتي، نحاول نركز كده في شكل البلاطة وهي بتتحرك. شايفين معايا الشكل عامل ازاي؟ المناطق اللي هي ما فيهاش كاميرات، يعني شايفين المنظر بيبقى طالع ونازل ازاي؟ المكان اللي فيه كاميرا بيبقى متحزم شوية عن الأماكن التانية. تمام، ده بس كان عرض بسيط اللي هو شكل الأنيميشن. يعني لو بصينا هنا كده المكان اللي هو فيه كاميرات، شايفين؟ تمام، يعني شايفين هنا مفيش كاميرا خالص، شوف الديفليكشن عامل ازاي. هنا المسافة ما بين العمود والتاني مسافة صغيرة، فعشان كده الديفليكشن مش ظاهر أوي، إنما هنا المكان اللي فيه البحر كبير تلاقي الديفليكشن فيه بيكبر لما ميكونش فيه كاميرا. فهي دي فايدة المارجنال بيم في السقف الفلات سلاب، إن هي بتحزم لك المنشأ وبتقلل قيمة الديفليكشن. تمام،